بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. من أهم أسباب التعب والإجهاد نقص الفوسفور في الجسم، والفوسفور ده مهم جدا لتقوية العظام والأسنان. والفوسفور موجود في أكلات كتير زي البيض والزبادي والسلمون والسردين، وموجود في بذور اليقطين. احرصوا على تناول هذه الأصناف لتقوية العظام والأسنان. شكرا لكم وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.